في عام 1990 طار حسني مبارك إلى بغداد للقاء عاجل مع صديقه الحميم صدام حسين، وبعد مراسم الاستقبال بحفاوة كالعادة لاحظ صدام علامات القلق بادية على وجه مبارك، وسرعان ما دخل مبارك في صلب الموضوع وسأل صدام: أنت ناوي تحارب الكويت فعلاً؟ ابتسم صدام وطلب من مبارك أن يطمئن، فهو لا ينوي دخول الكويت، والأمر كله مجرد مناورات بالكلام ليس أكثر. تنفس مبارك الصعداء وغادر العراق وفي بطنه بطيخ صيفي كما يقول المثل الشعبي، وذهب فورا إلى الكويت لكي يبشر أميرهم ويطمئنه. لكن بعد أيام معدودات من زيارة مبارك إلى العراق دخل صدام الكويت وقام باحتلالها، فشعر مبارك بالخديعة والإهانة، إذ استخدمه صدام كطعم لتنويم أمير الكويت، وهذا ما لم يقبله مبارك، فقرر أن يثبت لصدام أنه ليس مجرد كوبري يستخدمه لتحقيق أهدافه، وفعل شيئاً لم يتوقعه صدام على الإطلاق. فما الذي فعله مبارك للرد على ما فعله صدام؟ الفصل الأول: سنوات العسل الأولى بين مبارك وصدام. بدأت العلاقة بين مبارك وصدام حسين في أعقاب الحرب العراقية الإيرانية، وذلك عندما أعلن مبارك عن دعمه للجيش العراقي. لم يكتفي مبارك بالدعم الشفهي فحسب، بل أرسل بعض قوات الصاعقة المصرية لمساندة الجيش العراقي، بالإضافة إلى أن مصر قامت بتزويد العراق بعدد من الدبابات والصواريخ، وعقدت صفقات تسليح نيابة عنه بسبب حظر التسليح عن العراق، وهو نفس الموقف الذي اتخذه العراق تجاه مصر سابقاً أثناء حرب 73. وقد قام صدام بدعم مصر بنفس الطريقة عندما كان نائباً للرئيس العراقي أحمد حسن البكر، واستمرت العلاقات الطيبة بين مصر والعراق طوال فترة الثمانينيات، وكل الوفود الدبلوماسية التي كانت تذهب إلى العراق رفقة مبارك شهدت بأن صدام حسين استقبلهم استقبالاً كريماً يليق بقيمة مصر، ويعبر عن المعزة الكبيرة التي يكنها صدام إلى مصر، فهو لا ينسى أن مصر استقبلته استقبالاً كريماً أثناء هربه من النظام العراقي وهو شاب، وكان النظام المصري بقيادة عبد الناصر يعطيه راتباً شهرياً باعتباره لاجئاً سياسياً. ظل صدام يكن الحب والاحترام للمصريين، ولا ننسى أنه كان أحد أسباب عودة مصر إلى أحضان العرب مرة أخرى بعد الحصار الذي فرض عليها في أعقاب معاهدة السلام. ثم حل عام 1989، وتم تأسيس ما يعرف بمجلس التعاون العربي بقيادة هذه الدول الأربعة: مصر والعراق والأردن واليمن، وكان الهدف منه هو أن يحدث تبادل وتكامل بين اقتصادات الدول الأربعة، بالإضافة إلى اتفاقية تتعلق بالدفاع المشترك بين جيوش الدول الأربعة. واستمرت العلاقة الطيبة بين مبارك وصدام طوال عام 1989، وخير تعبير عن ذلك هي زيارة صدام إلى القاهرة في نفس العام، التي تم استقباله فيها استقبالاً فريداً من نوعه وتكريمه بأرفع وسام في جمهورية مصر العربية. أرجو أن تقبل مني قلادة النيل، وهي أعلى وسام في جمهورية مصر العربية. ألا وهو قلادة النيل. كل ذلك جميل، فما الذي حدث لتنتهي سنوات العسل بين الرئيسين؟ الفصل الثاني: جلسة سرية بين مبارك وصدام ونهاية سنوات العسل. في عام 1990 بدأت الأزمة العراقية الكويتية، وذلك عندما أعلن صدام حسين عن أن الكويت تسرق النفط العراقي، وطالب بتعويض فوري عما سرقته الكويت من العراق. رفض أمير الكويت ذلك الاتهام، وقال بأن العراقيين هم من يحاولون سرقة النفط الكويتي. وبعد تبادل الاتهامات بدأت نبرة صدام تصبح أكثر حدة، ويتخللها إشارات بإعلان الحرب
على الكويت إن اقتضت الضرورة. حاول العديد من الزعماء العرب تهدئة الأجواء بين الطرفين، وكان من ضمنهم مبارك الذي سافر إلى العراق فوراً لعقد جلسة مغلقة مع صدام حسين. كان مبارك صريحاً مع صدام في تلك الجلسة وسأله بشكل مباشر هذا السؤال: أنت ناوي تحارب الكويت فعلاً؟ نفى صدام ذلك وطمأن مبارك وأخبره بأنها مجرد حرب كلامية ولا نية له مطلقاً في غزو الكويت، وطلب من مبارك ألا يخبر الكويت بذلك. اطمأن مبارك لكلام صدام وطلب منه أن يرسل وفداً عراقياً إلى السعودية للتفاوض مع وفد كويتي على نفس المستوى والتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، فوافق صدام على ذلك. وبعد انتهاء زيارة مبارك إلى العراق اتجه بطائرته إلى الكويت ليعقد مع أميرها جلسة مشابهة، ولكي يطمئن أمير الكويت ويهدئ من الأجواء وأخبره بأن صدام لا ينوي الحرب وكل ما يحدث هي مجرد حرب كلامية لا أكثر ولا أقل. ما لم يعرفه مبارك هو أن صدام ليس الرجل الذي يتكلم، بل هو الرجل الذي يتحرك بغض النظر عن عواقب تلك التحركات. فبعد أسبوع واحد فقط من زيارة مبارك إلى العراق دخلت القوات العراقية إلى الكويت واحتلتها بسهولة شديدة. وهنا أدرك مبارك بأن صدام خدعه واستخدمه كطعم لتنويم الكويت، فشعر بالإهانة وقرر أن يتخذ موقفاً واضحاً مما يحدث، حتى وإن كان ذلك الموقف سيجعله يخسر أحد أهم حلفائه. الفصل الثالث: مبارك يحشد الجميع لتحرير الكويت، وصدام يرسل إليه رسالة. فور دخول العراق إلى الكويت أعلن التلفزيون المصري عن بيان عاجل من الرئيس العراقي، وخلال البيان خاطب مبارك الشعوب العربية والزعماء العرب ودعاهم إلى عقد قمة عربية عاجلة في القاهرة لتدارك الأزمة وتعامل معها بأسرع وقت ممكن، وإلا سيحل الخراب على المنطقة كلها. لم يكن صدام يتوقع ذلك الموقف من صديقه مبارك، مثلما لم يكن مبارك يتوقع أن يخدعه صدام ويستخدمه كطعم لتنويم الكويتيين، والاثنان شعرا بالخذلان من بعضهما البعض. استجاب معظم الزعماء العرب إلى خطاب مبارك وجاءوا فورا إلى القاهرة، وخلال القمة العربية العاجلة تم التصويت على عدم مشروعية الغزو العراقي للكويت وعلى ضرورة التصدي للغزو العراقي إن لم ينسحب الجيش العراقي من الكويت فعلا، وقد صوتت الأغلبية على ذلك. وقد شهد التصويت جدالاً كبيراً وشهيراً بين مبارك والقذافي، إذ لم يكن القذافي موافقاً على التصدي للجيش العراقي ولم يكن مؤمناً بفكرة التصويت. بعد تصويت الأغلبية ضد الغزو العراقي قام صدام حسين بإرسال رسالة رسمية إلى مبارك شرح له فيها الموقف بالكامل والأسباب التي دفعته إلى الغزو، وانتقد ملك السعودية وأمير الكويت. وتلك الرسالة تثبت أن صدام كان يكن احتراماً كبيراً لدور مصر في المنطقة، وحتى اللحظة الأخيرة لم يكن يريد إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لكن الأحداث تطورت سريعاً بعد أن دعت الكويت لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، وصدرت قرارات حاسمة من مجلس الأمن تجاه العراق تقتضي بانسحاب العراق من الكويت خلال 24 ساعة فقط. كان صدام ينوي الانسحاب بالفعل، لكنه أراد أن ينسحب بكرامة دون شروط أو أوامر، وأعلن عن قبوله للانسحاب ببطء على مدار 3 أسابيع. لكن أمريكا بقيادة جورج بوش الأب أصرت على ضرورة الانسحاب خلال 24 ساعة فقط، وإلا ستدخل قوات التحالف التي تتكون من 34 دولة. لم يرضخ صدام لأوامر جورج بوش الأب، فتدخلت قوات التحالف لإخراج الجيش العراقي بالقوة من الكويت. لم يكن عدد القوات المصرية المشتركة في التحالف كبيراً، فأمريكا وحدها كانت تشترك بأكثر من 70% من تعداد القوات، ثم تليها بريطانيا، ثم السعودية، وأخيراً تأتي مصر. الفصل الرابع: صدام يستخدم ورقته الأخيرة. حاول صدام أن يوقظ الحس القومي العربي والإسلامي للتعاطف معه، وذلك عندما اشترط انسحاب قوات الاحتلال من الضفة الغربية من القطاع لكي ينسحب هو من الكويت، وكذلك اشترط انسحاب القوات السورية من لبنان. ففي ذلك الوقت كانت سوريا تسيطر على أجزاء كبيرة من لبنان. كان الربط بين المواقف غريباً، فما علاقة ذلك بغزو الكويت؟ بالطبع رفضت أمريكا شروط صدام
وبدأت في ضرب بغداد وتدمير البنية التحتية بها، وفي نفس الوقت قامت بضرب القوات العراقية الموجودة في الكويت. كما زميل الشيطان بوش جريمته الغادرة هو والصهيونية المجرمة. وكانت النتيجة النهائية هي خروج الجيش العراقي من الكويت بعد أن تكبد خسائر كان في غنى عنها، خاصة أنه كان منهكاً بعد الحرب العراقية الإيرانية التي استغرقت 8 سنوات. لم يكن الأمر مجرد خسارة حرب وانسحاب إجباري، بل كان فرض حصار اقتصادي أيضاً سيستمر لسنوات عديدة، وسيجعل العراق من الدول التي يتوفى فيها المواطنون جوعاً بعد أن كانت بلاد العز والغنى. فالدول الكبرى وعلى رأسهم أمريكا اتخذت قرارات صارمة بعد تصدير السلع الأساسية للعراق، مما جعل الحالة تتطابق مع المثل الشعبي القائل موت وخراب ديار. الفصل الخامس: مصر والعراق روحان في جسد واحد. في البداية اتخذ صدام موقفا من مصر وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، لكن سرعان ما عادت العلاقات بين شهرين فقط من انتهاء الحرب. ورغم عودة العلاقات إلا أن القلوب لم تصفو لبعضهما، ولا نعني هنا قلوب الشعوب بل نعني قلبي مبارك وصدام، على الرغم من أن عدة مصادر تؤكد أن مبارك حاول التوسط لتخفيف حكم الإعدام الذي صدر ضد صدام بعد ذلك بسنوات. ولا ننسى أيضاً أن صدام أصر خلال محاكمته على الاستعانة بمحامين مصريين، فرغم الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين القيادة السياسية في مصر إلا أنه ظل محباً لمصر والمصريين. فالمصريون دخلوا قلب صدام منذ جاء شاباً إلى مصر وسكن في حي الدقي، ولم تستطع المواقف رغم قسوتها أن تخلع المصريين من قلب صدام. والمصريون أيضاً يذكرونه بالخير بسبب المعاملة الحسنة التي كان يعاملهم بها أثناء عملهم في العراق. لم ينتصر مبارك ولم ينتصر صدام، وكلنا خسرنا في نهاية الأمر، لكن يبقى الشيء الوحيد الثابت هو المحبة المتبادلة بين المصريين والعراقيين. فهذان الشعبان يشتركان في العراقة والتاريخ، ويشتركان أيضاً حتى في الشعار وفي ألوان العلم، وربما يلتقيا مرة أخرى في مستقبل أفضل ليقودوا هذا